سماري أولى فقراتنا لليوم رح نروح بعالم الطب وخاصة طب الأطفال. كثير من أطفالنا بيعاني من التهاب البلعوم أو التهاب الحلق، ففورا الأهالي بيتجهوا إلى أبر الالتهاب أو إلى أدوية الالتهاب. رح نحكي أكثر عن المخاطر يلي بتواجه الأطفال والاستخدامات الخاطئة لأدوية الالتهابات من قبل الأهل، وحتى باقي الأدوية بشكل عشوائي استخدامها قد بيأثر على يمكن صحة الأطفال. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور قصي الزير اختصاصي أطفال. صباح الخير دكتور قصي. صباح الورد وصباح مشرق مثل الشمس الجميلة اليوم، يسعد لي صباحك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بالبداية دكتور خلينا نتعرف أكثر على التهاب الحلق وشو هي أنواعه. هلأ التهاب الحلق ما نحكي بالعمومية يعني هو التهاب البلعوم، يعني إذا البلعوم كله كامل جوف الفم بصير في نوع من الألم البلعومي ممكن انه يترافق مع اعراض مرضية اخرى، فهون بقى نحن بنحدد شو نوع الالتهاب. ممكن يكون هو نوع من الحساسية، بصير جفاف بالبلعوم، ممكن التهاب فيروسي جرثومي، يعني نوع من الألم البلعومي الذي قد يترافق مع اعراض صداع، حرارة، سيلان انف، التهاب طرق تنفسية بالعموم. فهذا الشيء نحن بالعموم بنسميه آلام حلق أو التهاب بالحلق. هلأ نحن بالعموم خلينا نحكي أنه آلام الحلق مو معناتها التهاب، مو شرط كل آلام بالحلق معناتها التهاب. الأطفال كان أو الكبار، نحن خلينا نحكي بعالم الطفولة وبنعكسه على عالم الكبار. الأغشية المخاطية بالأنف، هلأ دائما كل واحد له فيزيولوجية معينة بتركيبة الأنف مع البلعوم، فيزيولوجية تشريحية. فممكن الأنف بتقلبات الطقس بالشتاء بهالفترة هاي بصير الأغشية المخاطية بتفرز مخاط زيادة بالأنف، وإذا موجود اللحميات أو الناميات عند الأطفال بنسميها أو عند الكبار القرنيات مع تسطح بالأنف بسيط عند الأطفال لأنه أنفهم صغير ممكن يكون متسطح فدخول الهواء بيكون صعب، فبصير نوع من الانسداد بالتنفس الأنفي. فممكن الولد أو حتى الكبير بصير بتنفس من تمه، التنفس الفموي بيعمل جفاف بالبلعوم والحلق فبيعمل ألم، فبتلاقي الولد الصبح بفيق بيقول له لأبوه بابا بلعومي عم يوجعني، حلقي عم يوجعني. هذا مو معناته في التهاب، هذا جفاف من اللي عم يتنفس من تفمه صار في جفاف بالبلعوم تمام. فهذا عمل ألم بالحلق، فورا الأهل يلا نعطيه دواء التهاب ونعطي أدوية خاطئة. حتى عند الكبار تلاقي نفسه من تمه، تلاقي الولد او اللي عنده ناميات او قرنيات الكبار نفسه من تمه، بهالجو هذا الشتوي البارد بصير جفاف فبيعمل الم حتى بالنهار، بصير حتى بيعطي رائحه فم قد تكون شوي كريهه بالمخالطين معه، بتيجي الام بتقول لك والله ابني الصبح ريحه تمه بشعه معه التهاب. فهون بقى حكمه الطبيب اذا راجعوا الاهل الطبيب، او هون بقى الاهل بقى بتخبطوا مثل ما تفضلتي ببدايه الحلقه بادويه التهاب خاطئه. نعم. هلا هذا الالتهاب اللي نحن بنسميه او الام البلعوم العاديه بسبب فيزيولوجيه تشريحيه بين الانف والبلعوم والتنفس من الفم بشكل خاطئ، فهون نحن دائما بنوجه الاهل يحاولوا يحسنوا التنفس من انف الطفل. نقطر دائما سيروم ملحي وننظف المادة المخاطية من الأنف، وخاصة قبل النوم والصبح والظهر بس يجي من المدرسة إذا كان عنده مدرسة. إيمت ما شفنا في صعوبة التنفس من الأنف نحاول أنه نحسن هالشي بقطرات ملينة ومضادة للاحتقان البسيطة هي السيروم الملحي، لأنه أي قطرات تانية نستخدمها يعني حكمة طبيب إذا كانت دوائية، لأنه قد تؤثر على الأغشية المخاطية وتؤدي الى بعض الاضطرابات بالاغشيه المخاطيه، فاكثر من 5 ايام بعض الاحيان اذا كان في هناك مشكله طبيه حقيقيه بنستخدمها، وبعض الاحيان في بخاخات او قطرات كورتيزونيه كمان هي بحكمه الطبيب ما بصير الاهل يستخدموها لحالهم، يجيبوا يستخدموا بشكل عشوائي. هي نحن حكينا على الام البلعوم العاديه، كمان قد بنشوفها عند بعض الاطفال بيمسكوا الام بيمسكوا شيء بيحطوا ببلعومهم ممكن يجرحوا البلعوم والحلق، فبصير هذا كمان التهابات قد تكون سببها رضي نحن بنسميه. تمام. هلا هي اللي حكينا السليم،
نجي على هالوقت هذا بتصير كمان نحن عندنا التهابات الفيروسية المنتشرة والعدوى من خلال الأطفال إن كانوا بالروضات ولا إن كانوا بالمدارس، والصغار من بوسة الكبار بيجي الأب والأم بيكونوا حاملين الفيروسات من شغلهم أو بدقنه، الأب مربي دقنه حاملهم وبيبدو يكركر ابنه، فبيعطي هالفيروسات أو الإنتانات هاي للطفل من خلال تقبيله أو من خلال طريقة العاطفة تبعنا، ممكن يصير عندهم إنتانات فيروسية بلعومية، وممكن حتى تصير في إنتانات جرثومية. فهون بقى إذا ظهرت الأعراض بس يصير في إنتان فيروسي أو إنتان جرثومي بده يكون مرافق لأعراض أخرى، ارتفاع بالحرارة، ممكن سيلان أنف، ممكن صداع، ممكن حتى إقياء، ممكن ألم بطني، يعني أعراض سريرية مرافقة للالتهاب الفيروسي إن كان أو الجرثومي. هون بقى لازم نحن ما نأخذ أدوية لحالنا، لازم الطبيب يشخص حتى يعطي الدواء المناسب للحالة المرضية اللي بيشخصها الطبيب. نعم. دكتور بس بدي أسأل سؤالي، هلأ كتير مننا نحن الكبار وحتى الصغار يمكن بيصيروا بيقولوا بس عند البلع في وجع وآلام بالبلعوم، تمام. وفي أشخاص لا، هو حالة من النشفان، وفي أيضا أوجاع هي مترافقة مع وجع الإذن ويمكن احتقان بقلوله، خلينا نميز بين الحالات، عند البلع هي بيكون فيها التهاب ولا؟ هلأ بالعموم الإنسان الطبيعي لا، لا هلا ممكن التهاب دائما كل شيء بيصير في بالداخل البلعوم ممكن يؤثر يعمل آلام بالبلعوم، ممكن التهاب الفك يعمل، ممكن بزوغ الأسنان تعمل، ممكن مثل ما قلت لك الجفاف تنفس من الفم. لازم قد ايه مدة زمنية هي بتكون بالسيف سايد يعني؟ هلا في ناس بصيروا بيتعودوا عليه، يعني بصير انه عم يتنفس من تمه بشوف جفاف، بياخذ له سكاكر مص او سكر نبات سابقا، هلا السكاكر من الصيدليات المرطبه للبلعوم وزياده افراز اللعاب بتلاقي تحسن، معناته هذا ما هو التهابي. أوكي. اذا ما في اعراض اخرى ما هو التهابيه. دائما الانف نحن عندنا مشاكل بالانف كثيره، يعني بتلاقي كبار وصغار انحراف الوتره، الناميات عند الكبار، القرنيات صغر بمدخل التنفس من الأنف، يعني صغر مجرى التنفس الأنفي. الأنف البلعومي ممكن يكون يعمل لي مشكلة. كمان عنا إذا كان في عندي مشكلة بالإرجاع ما بين المعدة والمري، ممكن هاي الحموضة الواحد وهو نايم يعمل تخريش بالبلعوم والحلق فبيعمل آلام، بفيق عنده حرقة بالبلعوم بيكون هو إرجاع. كثير عندنا نسبة ناس عندهم مشكلة فتح حجاب حاجز إن كان بعالم الطفولة والكبار، أو ممكن يكون في قرحة، أو ممكن يكون متعشي، نحن بتعشوا بيناموا، فالعشاء ممكن يصير في نوع من عسر هضم، وممكن يصير العضلة ما بين المعدة والمري تمرق هالحموضة هاي تطلع على البلعوم تعمل لي نوع من التخريش ونوع من الألم. يعني دائما ألم البلعوم إذا كان فوجائي وما عندي مشاكل لازم راقبه، باخذ سكاكر مص بسيطة، عسل، معلقة عسل، زهورات، شغلات مثل ما بيقولوا مرطبة، مي دافية. إذا ما تحسن وبلش الألم يزيد ويترافق مع حكة بالأنف ممكن هذا بداية انتانات فيروسية الانفلونزا الموسمية أو الجريبات اللي نحن نسميها، وعندنا 200,000 مو بس 200,000 نوع من الفيروسات اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي وتعطي هالأعراض ألم بلعوم، بعدين بتلاقي بلش الواحد يحك أنفه، بعدين بلش يسيل الأنف، بعدين بلشت السعلة البسيطة بتبلش سعلة جافة، بعدين ممكن تعطي سعلة فيها شوية بلغم، يعني قد يتطور الإنتان الفيروسي بأعراض سريرية بيغزو الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي وبيبلش يعطي أعراض سريرية. هون بقى لازم نحن نراجع الحكيم، الحكيم بيشوف بيفحص إذا كان شو بحاجة بيعطي. أكثر الأطباء ومنا وجر يعني بيعطوا أدوية التهاب صراحة وهي خاطئة، لكن بيقول لك نحن ضمن جو ملوث ممكن أنه يختلط هالإنتان الفيروسي بإنتان جرثومي، فعم يعطوا، لكن الأدوية اللي بيعطيها الطبيب قد تكون خفيفة وبسيطة، يعني لا ما بصير الهجوم السريع بأدوية قوية. يعني لنكون صريحين وما نقعد ننظر، كل الأطباء بس تشوف ارتفاع بالحرارة شديد
وارتفاع واحتقان بالبلعوم لو ما كان في قيح وفي سعلة وفي كذا بتلاقي ضاب بالوصفة دواء التهاب. إذا ما ضاف دواء التهاب بيروح الأهل على الصيدلة شوفوا هذا الدكتور مو فهمان مو عطينا دواء التهاب وحرام يعطينا دواء التهاب هذا تعطينا من عندك حتى انت. دكتور في إبر التهاب ممكن يعطوا للطفل بسبب التهاب بشكل خاطئ هذا غلط يعني. خلينا نحكي عن خطورة إبر الالتهاب ونحكي كمان على شيء ثاني بعد ما الطفل يطيب وبعد ما ياخذ الإبر أو أدوية الالتهاب أو أي أدوية ثانية بفترة بسيطة بيرجع التهاب الحلق من أول وجديد بيرجع بيمرض وبيتعب. طيب هون شو السبب؟ تمام هلا أولا الهجوم بأدوية شديدة هذا غلط. هلا نحن في عنا انتانات جرثومية بصير تقيح باللوز او في مشاكل اخرى او جرثومية هون الطبيب هو بيقدر الحالة وهو بيعطي الدواء. هلا دواء الالتهاب ان كان ابر ولا ان كان شراب عن طريق او حب للكبار عن طريق حكيم هذا يعني بمسؤولية الطبيب هذا نحن بدنا نقدر ونعطي ما يشاء الطبيب. ثقتنا بالطبيب لازم تكون يعني صحيحة لأني رايح على طبيب أنا بدي عالج فبدي أوثق بدي أعطي اللي بيوصفه بس ما بصير أنا أعطي أدوية التهاب وأبر التهاب من عندي عشوائي من خلال الصيدلي هذا طريقة خاطئة أو جدا أو استخدمها يومين ووقف ما بصير في خطة علاجية يعني في كورس يعني كامل لازم تمام بيقول له الدكتور 5 أيام بده يلتزم 5 أيام 7 أيام بده يلتزم 7 أيام أسبوع بده يلتزم أسبوع بس أنا بتمنى من الزملاء الأطباء يشرحوا للأهل الحالة المرضية وليش أنا أعطيته هالالتهاب أنا أعطيته لأنه عنده كذا اصبر لي عليه يومين ثلاثة مو مسحة رسول إذا كان عنده التهاب إن كان فيروسي ولا إن كان جرثومي. الإنتان بس ارتفعت الحرارة معناتها الجسم هذا شيء منيح الجسم عم يقاوم الفيروس الجهاز المناعي عم يقاوم الفيروس إن كان أو الجرثومي فبده يومين ثلاثة لحتى يستقر وضع الجسم ويخف الإنتان من الدم ومن الجسم العضوية الجسم حتى يرتاح. فهذا رد فعل جيد ارتفاع درجة الحرارة ليومين أو ثلاثة. هلأ إذا استمرت أكثر هون بقى الطبيب لازم يتدخل بطريقة أخرى يعني ما نخاف كثير ونعطي خوافض حرارة بحكمة يعني هو أهم يعني أأمن دواء للحرارة هو السيتامول بالعموم باراسيتامول بمشتقاته وأسماءه التجارية المتنوعة ببلدنا بس ما بصير نعطي نحن ديكلوفينكس صوديوم تحاميل عشوائية بآلية غلط ممكن تعطي جرعة خاطئة تأثر على بنية الأعضاء الأخرى بالجسم مثل الكلية مثل القلب مثل الدماغ. فإذا نحن علينا فقط أنه كأهل أنه نعطي الباراسيتامول كخافض للحرارة بالجرعة المناسبة للجسم اللي أنا عم أتعامل معه للطفل بوزنه بهيكليته بالحالة المرضية تبعه وبعدين براجع الطبيب إذا كانت الحرارة ما استطعت أني أنا خفضها أو شكيت أنه في شيء مرض تاني إذا أدوية الالتهاب ما بصير أخذها. هلأ الإنتان أنه عم يتكرر يا ما عم أعطي الجرعة مضبوطة والفترة الزمنية المضبوطة لحتى يشفى من الحالة المرضية يا عم الولد طاب فبعد ما يطيب الولد ممكن يتعرض لعامل جرثومي أو فيروسي آخر بسبب معين. دائما عالم الطفولة دون عمر 5 سنوات الجهاز المناعي تبعهم يبقى أضعف من الجهاز المناعي عند الكبار فأنه يتلقى العدوى بشكل أكثر من الكبار فبيروح على الروضة ممكن وما عندهم النظافة الشخصية الأطفال أو الحماية لشخص ما بيعرفوا ما بيدرك الطفل أنه إذا رفيقه مرشح أو مقرب أو عنده التهاب أنه يبعد عنه بيلتصق فالتصاق الطفل مع رفقاته بالروضة ممكن يتكرر الإنتان مرة وثانية وثالثة ورابعة. هذا الشيء لا يعني أنه بيجوا الأهل والله بلعومه عم الطفل عم يتكرر التهابه معناتها يا من الروضة يا من الأهل عم يعدوا الطفل عم يجيبوا له الفيروسات أو في مشكلة بالتشريح مثل ما قلنا بالبلعوم عند الطفل ممكن هو السبب. ما نستأصل أو ناخذ قرار استئصال اللوز مباشرة يعني بتلاقي الواحد تاب بلعوم الأم فورا بتحط بباله والله جارته قالت له هاتي روح استأصلي له لوزه طبيب الإذن والأنف والحنجرة مع احترامي له لازم نقدر نحن كريتيريا معايير خاصة لاستئصال اللوز عند الأطفال مو أي واحد عنده لوزة شوي ضخمة معناتها لازم استأصل اللوز بيقولوا إذا تكرر التهاب الحلق أكثر من مرة ليس التهاب الحلق التهاب اللوز الخيفي بالعقديات يلي نحن منخاف من الحمى الرسوية يلي ممكن أني أنا فكر باستئصال اللوزات ضمن معايير طبية لازم يكون يلتهبوا اللوز بقيح بهالجرثومة هاي أكثر من 5 إلى 7 مرات ل 8 مرات بالسنة
لازم يكون في عندي مشاكل حقيقية، ممكن اللوز كبيرة بتؤدي لاختناق بالنوم، ممكن تؤدي لصعوبة بالكلام، صعوبة بالطعام. هذا الشيء بيقدره حكيم الأطفال بدقة وبحكمة حتى نقرر استئصال اللوز، مو طالعة والنازلة، والأهل بينبسطوا إنه قاموا اللوز تبع الطفل صار بلعومه كبير بيدخل الأكل كيف بيدخل الأكل. يعني عندنا عادات خاطئة مخيفة عم تأثر على بنية الطفل. ما هو هي اسمها عقد بلغمية يعني للجهاز المناعي، بس شلتيها أنت، خسرتي جزء من الجهاز المناعي يلي بيصد يلي بيعمل تنقية للجراثيم بالبلعوم. هلا الإنتام بالعقديات ممكن نحن من كثر عشوائيه اخذ دواء الالتهاب ما عاد شفنا حمى رسويه، تمام. يعني عم يعالجوا على الطالعه والنازله، فالحمى الرسويه ما عاد شفناها. الانتام بالعقديات خفت عنا، بس لكن اذا شخصها طبيب الاطفال الحكيم عم يتعالج بشكل جيد حتى ما نشوف حمى رسويه، والحمى الرسويه صارت قليله جدا بممارستنا العمليه بوجودها. لكن كمان الاهل باخطائهم وباخطاء بعض الممارسين بالمهنه بيعملوا تحليل اسمه الاسلو، بيطلع شوي عالي بيقول لك هذا معه روماتيزم. ما بصير انا اقول لواحد لشخص بطفولته انه معه روماتيزم على تحليل، هذا التحليل ليس معيار للحمى الرسويه، هو المعيار. اذا وجد انه عالي شوي معناتها انه هذا الطفل او هذا الانسان معه حمى رسويه، لا، في معايير اخرى، معايير قلبيه، معايير مفصليه، يعني في عندنا نحن معايير طبيه بنحددها لنشخص الحمى الرسويه، اما هذا التحليل معناتها انه هذا الانسان اصيب بال جرثومة العقديات، لازم عالجه. إذا شفناها مرتفعة ممكن نعطي إبر فيتامين شو اسمه بنسلين مديد أو بنسلين في لفترات معينة حتى ننزل العامل اللي بيدل على الإنتان المتكرر بالعقديات مشان ما يصير عنده حمى رسوية. هذا الطبيب الأطفال حكيم الأطفال هو اللي بيقدر هالشيء مع الطفل هذا، وهن لال كتير كتير مو نسبة عالية حتى يعطي الإبر. أما أعطاء الإبر بالشكل العشوائي يلي عم نشوفه بالصيدليات إن كان أو ببعض الممارسات أو الأهل لحالهم بياخذوا وصفة بيكرروها عدة مرات، هذا خطأ كتير. مو نحن مشكلتنا مع الإبر، الإبر إن كان كدواء التهاب أو الشراب هو نفس الشيء، بس ألمه للطفل إذا ماني بحاجة ما بألمه، ما بتضر أكثر من الشراب، بس استخدام الأدوية للالتهاب بالطريقة الخاطئة دون حكمة الطبيب هذا شيء خطأ إن كان شراب أو إن كان إبر. وتكراره بأشكال خاطئة يعني، وخاصة يمكن على السوشيال ميديا أو بصبحيات الجيران بنشوف تبع إنه أنا أعطيت لابني هذا الدواء، ها أعطيني إياه جربه، وخاصة دواء الالتهاب. دكتور خلينا نشير لنقطة، يعني في وضع اقتصادي بالبلد ما كتير بيسمح للأشخاص إنه هنين يروحوا على الدكتور يعملوا تحاليل، هنين بيلجأوا إما للصيدلاني أو لا يمكن لحكي التيتا أو قصص بيتية. خلينا نحكي يمكن شو أبرز الأخطاء الشائعة يلي بتضر الأطفال من ناحية التهاب البلعوم، وشو هي أكثر القصص الموجودة عندنا بالبيت نحن فيها تساعدنا، وخاصة مع تغير المناخ كيف فينا نحمي أولادنا نحن الوقاية. تمام. من أشياء من البيت بعيدا عن الأدوية. ما تفضلتي صحيح، الحياة صارت صعبة على كل المجتمع حتى على الطبيب المحترم يلي بيحترم أخلاقية المهنة، صح. بتكون معينته إلى حد ما مقبولة ضمن رمزية. المجتمع بس حقيقة الغلاء على الجميع إن كان طبيب ولا إن كان مواطن يلي ضمن أخلاقية المهنة وأخلاقية الحياة الاجتماعية اللي عايشينها. بس هذا لا يعني أنه نحن نعالج الطفل لحالنا. الدواء هو عبارة عن سم، أي دواء حتى السيتامول أي دواء أنت بس تنزليله كسم، هذا السم بدك تاخذيه بجرعة معينة لسبب طبي حتى يكون بلسم للعلاج لهالسبب الطبي اللي أنت فكرتي فيه. فإذا بالحكمة ما بصير أنا أعطي أي دواء لأي إنسان كان كبير أو صغير هيك بشكل عشوائي بالتخلف الاجتماعي والعادات الخاطئة اللي بسأل جارتي ولا بسأل مثل ما تفضلتي ضمن مجتمع يعني ممكن واحد لا يمت بالطب بالصلة بأي شيء بتلاقي عم يوصف وصفات وعم يوصف أدوية. هذا الدواء عبارة عن سموم بتؤثر على الأجهزة، تؤثر استقلابها بأي كان الطبيب عنده خبرته بيعرف انه هذا استقلابه كبدي بهالجرعة هاي بيكون سيره جيد لهالمرض هذا بجرعة معينة. حكمة طب الأطفال دائما انا بقول له لطلابنا باختصاص طب الأطفال، اختصاص طب الأطفال هو أصعب اختصاص، هو طبيب عم يتعامل مع عالم الطفولة. الأم بتجي بتحكي 100 قصة عن الطفل، بده يعيش الطفل ويشخص الطفل الحالة المرضية حتى يشوف
هالبسمه على الطفل بعد يعني تمام. جهل الامهات اذا كانت للمره الاولى يعني هي تيجي ام الأم كمان بتحط 100 عله بالطفل كانه واحد ختيار، بتكون حماتها معلمتها اوعي قولي له انه معه 100 شغله وهذا. فاذا الطبيب ما هو حكيم وسمع كلام الام وشخص من خلال كلام الام ذبحه للطفل بالادويه 100%. فلذلك عالم طب الاطفال هو اصعب اختصاص، يعني طبيب الاطفال بيستطيع يعالج كبير، بس طبيب الداخليه صعب، مو بسهوله يعالج الطفل لانه بده يعيشه للطفل، بياخذ بيسمع من الام بس بده هالحكي يحطه بباله، بس يفحص الطفل ويحاول يعيش الحاله المرضيه تبع الطفل، وهي شغله ما انا سهله، بدها حكمه وبدها دقه. فاذا نحن دائما عدم استخدام الادويه على الطالعه والنازله، عندنا مراكز صحيه مجانيه اذا ما عندهم قدره، عندنا مشافي حكوميه عم تستقبل بالعياده، عندنا بكل مشفى فيها عياده طب اطفال بالنهار وبالليل في بالاقسام الاسعاف، يعني بيتقبلوا اي طفل بيجي باي حاله مرضيه، بيعطوا وصفات وفي هناك خبرات. يبقى طبيب صعب لك طبيب مقيم، لكن طبيب مقيم باختصاص طب الاطفال في المشافي الحكوميه ما بيستقبلوا، مثل ما بدنا نحكي على المشافي الخاصه ممكن يكون طبيب اشعه يفحص لي طبيب الطفل، اما بالمشافي الحكوميه اكيد طبيب الاطفال مقيم عم يشخص الى حد ما، واذا تعذر عليه التشخيص في طبيب مناوب اخصائي بيتصل فيه بتجاوب معه لمعالجه الحاله المرضيه. فاذا نحن ما ناخذ انه العامل الاجتماعي او الاقتصادي انه عالجنا ابننا بالطريقه الخاطئه، ما نعطي ادويه سامه قد تكون للطفل وغير مناسبه للحاله المرضيه وقد تؤثر على اجهزه الجسم باختلاطات ما بنتمنى نشوفها عند الاطفال، وخاصه قصور الكليه بنشوفه، قصور الكبد، الاضطراب بالعضله القلبيه، اضطرابات عصبيه ببعض الادويه اذا اعطيت بجرعات خاطئه، وياما عم نشوفها عن سميات الادويه عند الاطفال. الوقايه دائما مثل ما قلت لك اهم شيء الانف انه يكون تنفسه جيد، ثاني شيء بس بده يطلع الطفل من جو دافي لجو بارد ما نخليه يطلع بشكل فجائي مشان الاغشيه المقاطيه بالانف ما تصير فيها احتقان وتصير فيها انسداد، لا يعني لازم نحط له لحشه او شغله دائما حتى لازم يطلع نهتم ما نطالعه من جو لجو للطفل، تمام يعني بان على هذا الموضوع كثير مهم. الدخان بالبيوت أكيد. انا هذا اللي مجنني بعيادتي، يعني ابنه فلزت كبده بيكون جاي سعلته مسمع الحاره كلياتها، انفه مشارر وحرارته هذا، بتقول له بيقول لك ايه ما بدخن، بدخن بالغرفه الثانيه، بيكون مساحه بيته هالغرفتين، الدخان بيمشي بلك هو نايم بدخن، يعني اذا الطفل نام بدخن بقول له باي باي ما عاد اثر عليك. نحن نعاني من التدخين في المنزل، انا اتمنى من الاهل انه هذا المنزل ما عاد لك لمتعتك الخاصه بهالدخان، هذا المنزل صار لهالطفل اللي لازم انا اقدر طفلي واعطيه الجو المناسب بما استطيع ببيتي، مثل ما تفضلت الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه سيئه، ممكن ما فيني امن مازوت، ما في كهرباء، امن له يعني كثير من الظروف الصعبه، اقل شيء امن له اكسجين صح للطفل بما استطيع. اذا تامين المنزل بالشكل السليم، التدفئه المناسبه، ما طلعوا من جو دافي لجو بارد، تشريبه السوائل الدافيه من عصير الليمون الدافي ولا الزهورات ولا البابونج وما شابه ذلك هذا مفيد جدا. العسل اذا كان في امكانيه بس ناخذه كم ملعقه عسل، بيقولوا العسل دكتور بيقولوا العسل بالدراسات اذا بنحل العسل بتروح الفوائد تبعه، فيفضل اخذه مثل ما بيقولوا العسل تحت العمر السنه كمان ممنوع، كثير من النصائح المفيده ممنوع اليوم العسل دون عمر السنه لانه ممكن يحمل نوع من الزيفان السام ويؤدي الى الموت الفجائي هيك يعني مشرمح خلينا تمام فيها. اكيد بنتمنى الصحه والسلامه، دون السنه ممنوع العسل لكل الأطفال. بعد السنه فينا نعطيه لكل الاطفال، اكيد بنتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال. شكرا دكتور على معلوماتك القيمه، واكيد استفدنا نحن وكل مين تابعنا، شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله دائما اطفالنا بجمالهم يكونوا هن بسمه البيت كلياته، ويبعد عنهم كل الامراض وكل آمين. سموم الدواء، ونشوفهم متعة الحياة إن شاء الله. شكرا لكم لبرنامجكم الجميل. شكرا دكتور قصي الزير، شكرا كثير لك ولهالمعلومات الحلوة اللي يعني ما قلنا قلب نختم حديثنا معك، شكرا كثير لك، صباحك حلو.